يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثل سيد ربي من خالق سبحانه وتعالى دي قرب وليس عزيز، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذي قرب أن يخلق سبحانه وتعالى إن ذا الخيار وين يساد اسمك ذا ذمانيك يساد اسمك ذا الغرانيك إن ذا ذي اسمك ذا دائما بلغ يخلق ذي سيد ربي للعبادة. العيلة الوحيدة أنا السباني الوحيدة في السبب الوحيد في غدغ يقصد ربي غدغ في غدغ كغدغ بشد أثنان كان كان إذا كنت أعتبر المهمة الإنسان للحياة العام إذا قلنا يصير المهمين سفش في ذي فكسي ربي ينجا ويفق بسلامة أخطر أذي خد أذي خد ولش بود زمر بعد صار المهمين بعد تستخدم ضرر ولكن بعد صار المهمين إذا شو سوى نيجي غرق نجار بيجي مني كان يتمثل والإنسان أذي عقب اليوم كيف كنا ضيف كاسي داربي كيف كنا دخلق إغلق غير اللي مهمة وذي نظرة بلين المهمة بصفة عامة تسعى الزمن تسعى الزمن البداية تسعى الزمن النهاية ما كنا نقدر نظر يتشوش قاعد عرض وميسيون هذا الميسيون شو لقرار هذا شفاك والزمن من المهمة كيف ضيف كاربي ذا شوت ذا العمريكا بنادي إذن أسمى ما يفك العمريكا فوق المهمين ذا كنا نظر بلين العمريكا غرس عمريكا ولي لقرار هذا تغقعه كما يتمثل ونسى ديرا العمر نقضي له ونسى ديرا وين ونلهارا وين ونسى رغم المنفعة خطر دلو سارا سعدي دي الدولي دلو سارا نعيش دي الدولي إنسان إلا قد يعقب لهم ويقرار دي يسلو وثني قال روحي قال نفرق الحياة قال نجوك إلا كان سوالي كيم الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجوز ذلك إن الأعمار أمينو غير ستين وكت سبعين إن القليل أريزادنك سبعين بسول مين سلام العقل ماذا ليس على ستين سنة شحال اللي يعيش خزر كان ستين سنة سيد رب الخالق سبحانه وتعالى وتتحسب على ذي 15 سنة حد البلوغ وتتحسب على أشحال يقدي وارد وصلا ذا الدنيا ده شوز قبلت 45 سنة دي العمر أشحال يتقابل إتساع دي دغس أمور بيستيثان دي 24 ساعة إذن أمور بيستيثان قيق دي أكس دي 20 سنة دي 60 سنة أشحال يقدي وارد قرانا كيد 25 سنة أردار 25 سنة دغم فكيك تسيخ أثن تحرقل كالك نثن أسن شعب الزلمي تثن تحرقل والضرر المهمة في كده أفكار بعض ضرر بليم حاجة وغيرنا وغير أربعين دقيقة واتس وبكي حاسب أفيق الناس على ذلك دولي الله أكبر كما يتمثل إذن العمرين هي الضرس المالين هي واللي لقى لنا ضغط القرض العام هذا قال الضرس المالين السكري غير استنفاس مكاد يوين الربح ودي سوى الربح اللي عبد القرض الضرس المالين ولكن بدي حور الضرس المالين سنادي ضرس الربح هذا تفضل أكّل العمر البندم ولي لقرنة القرض وين يقول سعرا فيها خطر سيد رب الخالق سبحانه وتعالى قد يجولي هذه قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور غور وثذا كنت غور الدنيا كما يتمثل يقال قبل ليس عزيز ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وين صارت العباد اللي قاعد دام اللي قاعد دام العباد فيهم ذي العمر نص ساعة دام شو ساعة دام ولكن في آخر المطاف الزرم اللي من دوني تصغرهم على خطر دوني نص ساعة دام سوين يقول ساعة دام نفع ولكن سيد ربي الرحمن الرحيم الذي قال العباد ما يزيد غروري الوقت يدي يزيد ماذا قال يوز ذي العمر شيء ثوب توبة النصوح مع سيد ربي سيد ربي ماذا سيعفو وذا يجي فيك سمع يمني صار الرحمن الرحيم ولكن من سيف العباد أدي مكثير ذي الوقت يقوثي فثار الحال ولا أدي مكثير ذي الوقت يجي في هذا الحال ما يفوت ذيك الحال شو مرض مكثير كجاي مثلا ذي جيم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يدفدون الآية من ثمن حاج هذه قوة ذكير على خطر العبد الغافل يقول لهم يتسل هاي يمانيس الدونيث يتسل هاي يغف الغف يمانيس ويتسل هاي الدونيث من بعد حشم ذاك الله يفوت ذي الحال وذي جيم في جيق دائما أي تذكر وكيد تذكر والعبد ذاك يذكر في خافين يحميك ولكن تذكر أكيد يسمي كثير غفية خافية أي القصة عقيد بليم حشر أحمل لك يحمل يعاشر 95 سنة ما يقعش دي العمر يسا العمر يسجد يسي غربي وتسجد لا عمر يسجد لا عمر يزول ولكن أهل ترى أذن بكار يوحي أنك أي قفي وانت دقيقا
يحكوا ذلك عميس الميس ذلك عميس إخار يميس سقسا في الناس يعني زمان وكيام سقسا إنادي روحي ند ولكن النقطة اللي وذي النقطة أكتدنا وقف يضي روحا سقسا في عف الجديس ولا سعف ربي إنادي شمان اتفت سكارات والموت إنادي خم خرب ويسر مرة ذي الكومة ودي هذي رارك إنادي ولكن إنادي كين زي في الناس إنادي ينتقد أم الصحيقة إنادي ينبق إنادي ليس والحاجة غير في الذي يموت زاد كان هيك مثل والحرف الذي يقول خطر ذي وقتني ذي وقتني الصح الصح تقارن يا عبادي قضنا الحالة نعم وكنا قلنا ليني ذي وقتني الاحتضار ماذا قلنا في قرمة استمع أتصفده الضرب الحقيقة مش الحاجة الخيال هذه الضرب الحقيقة أنا هذه الضرب إيش حل العبادة اللي يحكون في ما وينسل أسمعنا روحهم وذبون شوية ثم ذا شو ما نتقارن لكن هذه تهجير قشي سيدي قال كذا روحهم وهي ماشي ماشي إذا وجدني إذا خبي دائما الإنسان في الاحتضار وجه مشترك في جميع المحتضرين المرة الأول إذا القليل لا يقبل الذي قرر لكن كذا الفضل هذا شو هذا روحه ماشي الواجب إذا خم يفتد هذا الناس يتحقق قشي استجمار في سكان أي تباري باري بغي تباري سأل بغي روحه بغي كذا روحه سأخميه إيش الواجب إذا خم كي ناس مستحيل الواجب ماشي الواجب إذا خم ناس وكذا الصح الصندوق إذا ضرب مثل الحقيقة خطر الصح ماشي الواجب إذا خمنا يكون ذي غري في الدقيق أكن دون روحه وغير غروسه شو مدي قرص سبحان الله وجلنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يمدينا ترجعون معناه ذي مبني للمجهول ترجعون ماشي نكون غريب ودينا لا ترجعون ولكن ترجعون معناه نسال غير ما دير غير هذا غير معناها سوى غير ولا شيء كذا ولا شيء دير لعبد دير روح هذا كذا غير ما دينا هذا غير معناه يروح دا قوال سير قوال سير يروح من بعد يغير كان نغير نكون غير ولا سيد لك ماشي السكان الاصليين القعايد ولا قرا حشر وحرا نروح اذا الانسان اللي يقف كذا ضربوا ميسيون الى قدر الى قدر سنهجي منه سيد ربي من الخالق سبحانه وتعالى يفكي يرد المنهج يسرني هو يوضو غير جرم هذا الرضاع اللي ثو ذاتنا يقارد بيضمنا سيدي ربي سلمنهج نس بلي ونسفغ على غروين ندير حشا غروين العين غير نفو يقارد فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إن دوني كتب على ذلك إن دوني تسلحها الفرامة وتعيش على هذا الشغل ولكن ماذا قلنا تفغضي وفريدي وفريدي سيدي ربي حشا الشقاء يكون ينفذيش المستحيل والألف ألف مستحيل هذا فضي هذا فضي يقول إذ بعد بريد سيد ربي غير اللي تيقى حيف ويخسر ومستحيل والألف ألف مستحيل باش هذا فضي يوني فن وبريد سيد ربي غير تفضي يربح مستحيل فضي بريد سيد ربي غير كان يمنيك إلى عيقا كان يتمثل وكان إذا الرحمن الرحيم إلى قناة عقلك اليوم كان يتمثل قال سيد ربي قويس عزيز من عامل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن سورة النحل من عامل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذا لم يأخذ من العمل الصالح ولكن إيمان العمل الصالح إيمان العمل الصالح إذا جميل الزاد أنا يوم العرض أنا اسم أنا سعيد للدنيا أنا نوي دعوين على سيد ربي إذا جميل دعوين إذا جميل اسم أنا نوي سعداء للدنيا إذا الإيمان العمل الصالح وإذا جميل أنا نوي دعوين على سيد ربي خطر الذي قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وما الذي قال يقدر فتزودوا معناه جم أعوين وما الدنيا ولا جم أعوين معناه يقولك سفر صراحة كان ذلك الذي قال سيد ربي خطر يزرع يقد وسعيره يتغوي الدنيا يتغوي دي العمر إذا يندس أسواس يتغل يقوس يقوس تغوي الساعة أكام إذا سيد ربي الخالق قد قال من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قد فلنحيينه حياة طيبة أو وني سعى الإيمان العمل الصالح أسكر الحثوذة العاين للدنيا إن دو سكر الجنة دي الأخر ولنجزيناهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كان يتمثل رجع يا ربي ذي مؤمنين يتمثل المنهج سيد ربي وسم الظالم هذا استفغضنا هذا استفغان كيني غير خاصة عقيدة كيان ما تتبع طروين العي غير تفغض ولكن مو تتبع ظالم غير خاصة حقيقة ماني كيني بني العي خطر سيدة ربي غير دقيقة إذا إنسان غير ديف كان دلعي مارا القاعيين يقرد هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إن تخلق كوني دي القاعيين إن تجاركم دلعي مارا القاعيين والعي مارا ما دينا أسعى مرض ما نهمشي لسي ذر السلاح أدخل من العي مارا ذر السلاح يجعله ذر العي مارا والسلاح ما ندخل من يحوش دي مسلم وثم مسلمين ماشي صغور كنا صغور ما تسيد لهم أتسيد لهم أروين يغدي فكنا نعمل القاعدة الإنسان يغدي فكنا كطلب يمكن أن يحو يخي قد يقاع يخي قد يعفضل تي عمرا ويرنيز بالمنهج يسارة تي عمرا وتتحلي ضرب ماشي صغور كاتل دو ويسارة سامر أي كيف يدي قرب ويس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمل الإنسان ما دمنا إلى تفكير أصلا المنهج إسارة 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 يحو كاليوم يفكير عبد المنهج إسارة يحو ذا كيف يدي قبل الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أخذفور الآية قد نودر كثام الحد أدي قف من اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى ولا يتبع من الهدى إلي ما فرد كم يتفكرك ويتصفغ على روين الدين حجر روين العين فلا يضل ولا يشقى سبحان الله كما يتمثل إذا ننسيك زرب لشو غير صرحان ننسيك زرب لشو غير صرحان البلاد ذي العباد يخزر كان ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير إذن تكزران تشي دقيقا تكزران دا شوية إذن تسعي دقيقا تكزران دا شوية يحود دا غير نفسنا سوى شوية سيارة سمر يقد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من الحبل الوريد إذن تكزران دا شوية غير دا غير نفسنا إفكي غد المنهج سران يحو باش أتسوق هارد نفسنا غير فعبين نسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إكاية مثل الوجين إذا الإسلام الوجين إذا الدين سيد ربنا الخالق وسعر الدين نظر وسيد الوجين الدين إسكال الدين يقال إن الدين عند الله الإسلام الوجين الدين دي في كم إيه الأنبياء من زورا دي في كم الأنبياء من بورا يقال هو من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ونادي وين الدين مش الدين لكن واستقبل يا سيد ربنا سبحانه وتعالى إذ هو في الآخرة من الخاسرين والدين لا في الدنيا من الخاسرين أي خطر الدنيا سمع خسارة معكم أكبر الصالح الطالح أخسر مرة ولكن الخاسر هو يخسر يا خلاص قل للخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الخاسر هو يخسر يا خلاص سبحان الله التقيد مثل إذن الإسلام وجين إذن منهج سيد ربي وجين فارسين في كيف تتصرح مين سلواسعة أنا أحمد سيد ربي نشكر على نعمة الإسلام ولكن ثلاثة يعني بعد المقدمة كيف تستحدد الخضر بفضل الله وبرحمته أثر نكون نفهم الدين ذين شيء من حقيقة ولكن أثر نفهم الدين هذا شو وجين السؤال المطروح خطر ماذا قلنا نفهم الدين هذا كنيتي غير حاجة أغضف المرة ذي مثل أغضف المرة عادي أغضف المرة نسمي خدام الخير أغضف تسخر سين وعادي نرم وعادي نرم الجوجل أصلا أصلا تسمي زوال السلام مرة ويزوال ويضغ السلام صبريون ماذا قلنا يقرح تيسو سنة تقول في الجهة ماذا قرح حسن وضارس للجهة نظر وكيف الإسلام أهتر نكون نفهمي ذوان شاقيام أيضا مثلا إلى إقلاق أثنى رجال إزدخي الخطرنا ماشي مجرد السياسة تظليف ذي الزكاة ذي الصوم ذي الحج ذي نشتكي كانت نقارن خلو ديننا ولكن لا إلا قعنا عقب اليوم سلس موث مثل نغي عباد في لنا سلس موث مثل نغي عباد في لنا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يفكي يغذي الإسلام يفكي ذي الحق سيد ربي ويند الحق للحق العباد يند غروث الحق ونكينيو غروث الحق العبادين ذاش تجي مرة يجينا قاعد إلى عصرنا حش قال يا رحمة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى حش المؤمنين قال رحمة سيد ربي أرجع يا ربي المؤمنين إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى جعل قسط أركان الإسلام تظلي الزكاة الصوم الحج الوجين إذا أركان الإسلام جعلتنا جالس سيدنا وجد الحقيق سعف لنا أثنى عبيد ونستخدم لنا شريك ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونخدم الفرائض للإسلام مش هذا لأن أنا محمد رسول الله أتزلل أتزوم أتذكر والحجوم أكام ذين اللي قال سيد ربي سبحانه وتعالى ولكن في جيم إجعلت ذا الأركان باش تد المهدي خزر كيف مثلا باش تد المهدي وجد درسنا بفضل الله وبرحمته أن المحسن المركز فيه باش أنزل ديننا أسأل طار الفهمي ذنا غيام باش أنظر أمشان قبل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى فظريف انتظرنا حجوم من دمس حجوم الصدقة في التصديق أهترم أهترم في يخافنا أرجع يا ربي مؤمن إليه مثلا الحق سيد ربي سبحانه وتعالى ذو الأركان يجيب باش أديد المكتير يقروا أقيم الصلاة لذكري الظن باش أديد المكتير الظن باش أديد وذب الأركان يجيب مرة باش أديد المكتير فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله إذا في جنة باش تدير المكتب وذا ثنوات نقولش يا ثنوات أثنوات ذي عبادين باش نخدم الإصلاح إلى عبادين المعاملة العين إذا نسد العبادين ذوات مثل ما ذي عبادين كان يتمثل إني لن يرى يدس قرنس العبادة الشعائرية ولكن إني لن يرى ذوات مثل ذي عباد العبادة التعاملية خزر كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين المعاملة الدين ذي إني لن يرى ذي عبادة خطر بجنة تنخدم لا تنزيان لا تنخدم ذي شيء من الزالة نصومة زكيان الحج أتنخدم ولكن بطولة الإنسان في سلام الحق النيم إنسان غير قفل سيد ربي إلا نقرأ غيرس إلا قمص في ذي مسلمة غير ذلك غير نوذ مثلنا باش غير قفل سيد ربي إلا نقرأ غيرس الله أكبر كان يتمثل تصاليث خزارت كان سبحانه وتعالى يخدم نقصد أزل من خمسة عبادانة في دين سمكتين دواز وأقم الصلاة لذكري بشري يدم كثير أنا قد قارب أن أغضي في دين سمكتين خمسة عبادانة يسعى لما وعيد يس غسى في دين سمكتين في كل وقت في كل زمان ومكان ولكن يخدم نقصد رسميين خمسة الوقات قلق في دين سمكتين يس فالزكاة الصوم في دين أبريد يسواز والحج أبريد يعمل أنشتكي مرة أكبر بشدة الكار سيدي ربي ودت نقول ذيها يفذيس الكاريات مثل المعاملات أين لن يرك ذوات مثلك عباد يقص عقل بليد وكيد الإنساس الدين الدين المعاملة خذر كريت مثلا فظليت سبحانه وتعالى فرضات سيدة تظليت الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام دين ومن تركها فقد هدم دين تظليت سركشتي مسجد الإسلام هذه قرصة يا رب فلس إن الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر. فصليت لن يرى سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أغدلهما في الفحشاء والمنكر دوين لن يرى غراض وثمث النغي عباد. فصليت صحبة تسخل على الهمي هما كنسيم أكيد لما كنت تزرع أتسخل على تسخيل دفاق أتسخل فضل وعد جميعا مرة شر الأعمال ما تدخل أدم كثير بلي تزلط. إذن صلى الله عليه وسلم كدينا إن من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ما لقي لهم على تزلطي غفر الفحشاء والمنكر عاقب اللي تزلطي أن إذا لا أن تفضل تزلطي باش تزلط خطر بقى ودي تشوك إلى إن الصلاة أداة نصب وتوكيد. إن الصلاة دشت تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تين دين هنا في الفحشاء والمنكر. إذا ماذا قلنا وضد لها تصلي في الفحشاء والمنكر أن إذا لا الزكاة ما الإنسان يسعى يتحلي ذي ذري ميسل وين يك حرم سيدي ربيع تجارة للخامر ما يخدم في خزبيني وثمثل سي عباد ما سيدي أحلام يحلد ذي الجهة ناظ الجهة ناظ وين يك حرم سيدي ربيع غاس ماذا قلنا يصوض النصاب ها ماذا قلنا يصوض النصاب باش هذه زكيه وقويا على زكاة يوسف خطر ذي من الحرام. رمضان ماذا قال يوسف صام يعاد انا اخذ الرضين لن قال سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن ماذا قال يوسف السلام من قال انا وثمث النغي عباده ويقبل ربي سيمنا يقر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يضع طعامه وشرابه. ماذا قلنا كشينا بعد شهاده الزور يقال لك وثمث النغي عباده ويثق على المعنى ماذا قلنا في قمه السحر ماذا العشر وتشغل المكرم وتشغل المكرم خمسة مساي صفار الصائم مالي للإنسان يسكد مالي للغايبة مالي للنميمة مالي لبابيش يتمقي أرستوى اللي صغفي حرام ومالي لبابيش يقول لي من الحالف ثقنا الصيامين سيروح أنشتكي مرة قراء وثمث النغي عيبا باش أنظر ديننا هنا فيا الحج ماذا قلنا الحجة سيدري من الحرام وثق بها ربهم ماذا قلنا التجارة الخامر النقطة ثقارضانا اختباساتنا ذكوين كل يوهي ربهم ماشي ذي ذري من القدة ذي ذي الحج يقبل سيد ربي الحج يقرض رسول صلى الله عليه وسلم من حج بمال الحرام ووضع رجله على الركب وقال لبيك اللهم لبيك يقال له لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك إنك مرد حج العبد سيدري من الحرام إن ذا ليس سيدار ليس قل كان إلى المقدس إن أسين لبيك اللهم لبيك أسين حوج غارة الحج يكون قوية فخذ عبدي عبادي وتروح تغربوري سين روح صورة سيد كيف باش أنظر باليوم الدين الناظر المعاملة نكونين ذي العصرية ينسعيش نكونين ماشي ذي الفرائض اللي ينقص نتصوزو نتظلا نتصوزو نتشكلجو نتظلو ذا السكين ذي الوقت يشبان وكا أية مثل أنظر هكا إن شاء الله هكا غديش مع سيدي ربي ذكو خميس دقا غديش مع ذي الفردوس الأعلى ذي الجنة إخوانا على صورنا المتقابلين أنا في الجوامع مر الأمة الإسلامية مرة شورنا الجوامع أو كل جوامع شورنا ما تظلا نولاد كفار دان تظلا ولكن أم كل هذه نري غشي النغني عيبا دغي الجوامع الجيران دغي اللي قاعدين شحال يقول قبل والدين سن شحال عندنا كذا يكسر كل فريقنا راه عندنا عيبا عندنا المحبة بالرحمة بالموت دان الإسلام هي رانا نصر كيزي ما نتظلى نصر كيزي ما نخدم الفرائض الدين ولكن ذكوا غير نغنعوا السالما إلى قدم إلى قدم أفيدني للحقيقة أتصف من العبدين القرى حيما ويا نساء لا ميزون دي فيو أتصف تولي الوقت قل الجمعة يروح هذه الزهر أتصف ليوني أتصف ليتأكل دي الميزان يخدم يتغشوا الغشين أتصف دي الوقت تظالي فيونا أتصف ديه جماني سيارة الميزغة القبيان هذا دي الزهر أنسانة عدي تظالي من النساء إذي جاء ونعم يا ربي يقنع قيكا ذينا غدي قدر سيدي ربي غير نعيش إنا غدي قدر سيدي ربي غير نعيش ولكن إلا أسنا خدمة زالي ويجي أكاليت مثلا ولكن أول زبيلة لا نخدع سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أنا خدمة كنا يعجب بعد العشاء يفعل ما تشاء أنشتقي يوغيث ربي أية مثل إذن الإنسان المهمة الإنسان للحياة أنا عقيب لهم أتسعود المعاملة العالمية غيرك وثمثنك العيدة الرسول صلى الله عليه وسلم ينسي لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه ينسي معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن زاد كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيقا أبوذ ربي دثوغثية أبوذ سيد ربي من دثوغثية استبعضس السيئة استبعضس الحسنة باش هذا تسمحوه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها إنه هو خالق الناس بخلق الحسن سلفا قد نودر كان بإذن قرار سيد ربي ولكن وكان قد سعود الأخلاق العيون إذا لك وذ مذنك يا عبادي كان أما الإنسيما أما ماشي الإنسيما وكي جوزها الشرع أتقول الله أتخدع وإن إلا نصراني نغذى مجلسي نغذى يهودي نغذى ويضا نظن خطر أثمث النغ إنسيما إنما المؤمنون إخوة ولكن وين لا رغي دين شيم خارج الديني قلنا في مثل من آدم إلا قد الإنسان اللي يعقب لهم أوركي الجوزانة باش هذا تخدع ولكن بطولتك ما تصعب العلاقة يدس إلا قد أفيتش كشمت غير الإسلام السيريني إلا قد أفيتش كشمت
غن الإسلام شو المعاملة تيجي شين زيت اليوم يعني طلب روح إن ذي أمريكان ذين شيء من أهل أمريكان جو جارسون بعد سعندي لهم ده كل سد أمريكان يوم ذا صراني ذا مسيح بعد كل فري فرد أهل أمريكان استعرف ولكن ما بود ما ديو كان الإسلام قيفن قبل هذا درس جنسي إيه بدو تغربوا سن الناس كم يثلو سلو غلو نذهب درم كم يث كم يثيه دورة كنت جيني غرام إن الإسلام مش يكش غجيني نعم الناس خاطئ مش ناس الناس الدين غير يوم رم فيا الناس دراسة صلى الله عليه وسلم غير يوم رم بلي ما في لم ذي ثلاثة يلون وهدر لا سين وسياط ودي فهم رام هدر سين اللغة يسالي فهم ماشي مي تسمسل تجيب في الصوغة المكشة لا إله إلا الله محمد رسول الله السيرة إلي كان ديشكش من العباد غد إسلام إذن ويهم ويهم هران دين ذات مثل نغمين آدم الإنسان إلى أبي خمر من جهود دينس أمي أهني ديش في الغار دين السيرة سلف عائل العائل الله أكبر كان يجب مثل ولكن أنه كنا أما كان لنا ألان سعيش السجد دون العصر المعاملة إجارة نغض وهم مثل لنا وستن إجارة ما زي انتظار لا تزيال جماعة حقيقة انتظروا انت الزكاة حشر بيع يمن الحج الفنن ولكن الجوجرنا ماشي ذي نكفروني كلا وزمارة العبد ذا ينكر الكذب الغش الرشوة الكردان اختلاسات عقوق الوالدين شهادة الزور ظلم الحسد تزوير انش تجيهم يدرون ذلك كامل أكو أتصدي ما وين سنين نخدم لهم نضاف دي المساجد ذي انزب لهم ونفهم على الدين خطر أعلم إلى هذا الإسلام إسلامي ساسين يعذو أذو برا ذوين إلا المشرك يكون من أصربي ذهب بركين كروكسي لرب الخالق سبحانه وتعالى ذا مجوسين ذا نصرانين ذا يهودين ذا ويذن ذاك يغويل ولكن وجي أقل خطر وسهل الخطر من قرحان غف الإسلام أكثر وعذو سيساس داخل الدعيمة نستنسيب ويخدم الفعيل وينو لا لذي نسيب سنضيون عدة تظهر كي نكيف هو يدي ثفان دي المسجد الفرد الجامل لا تنتفض على هذا التفض وين يتظلم يتظلم وتزمر هذا التفض خطر يتقاس الحق عن سيدي ربي ولكن في القويد يلعب أن يتظلم لكن هذا يسكنه ذم العين أدعو على سيدي ربي سبحانه وتعالى وتصفغ على مبلغ خطر تسمع قال يمكن من تظلم السيرينك غشوا في هذه الضريب غشوا ولكن شوي يمكن تسمع قال السيرينك زمر ضجوا في ضيعي بيضا غارو فريد الدين إذا قويد العين بما نستنسيب وتخدم الفعيل بيضا ولا لا تنسيب ولا تشقر رائع عباد غفر ذريدنا الإسلام الله أكبر كان يد مثلا خطر أن أنظر ديننا ده شو ما في دي ساركيزي سبحان الله ذي المعاملات أكثر من 70% ذي القرآن الكريم مرة أوقف المعاملات مرة غير مثل أو أما كان دي قال صلى الله عليه وسلم إن لا تقطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخواني إن دو تسمي إجزام ثلاث جوغارون إن دو تسمي إزعاب ثلاث جوغارون إن دو تسمي حسد ثلاث جوغارون إن دو إلي كنت مثل الرسول صلى الله عليه وسلم كيدنا إن المسلم سكسات يوني الناس يعني الصفة العين صفة المسلم الحقيقي ذا شو الناس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية قال المسلم من سلم الناس إن سيمن وين يسيمن هين سيمن أما ذا جيرسيس أما ذا كفوسيس ما ذاك لهم سيمن هذا الجيرسي والنو وسيمن هذا الكفسنان ذا شو الدين الإنسان أمي أبي قال صلى الله عليه وسلم في رواية من سلم الناس ما دين سيمن ومشي دين سيمن إذا قاد سلمن دقمي القرسي واتسيمن دقفوسيبي الله أكبر خزر كبير مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه استقصى الذي يروح ديون مركز على الرسول صلى الله عليه وسلم استقصى في الناس أي الناس أحبوا إلى الله وأي الأعمال أحبوا إلى الله أني وما إذ يعبدك حب سيدي ربي يحب سيدي ربي أكثر أني وما إذ العمل يحب سيدي ربي أكثر ذا شو ميز دينا صلى الله عليه وسلم إنس خير الناس انفعهم الخيار ذي العباد أني وقت وينك نجي نفع انفعت ما الناس يعبد اخق اندفن ليه تنفع تنفع تسجيبيك تنفع تسيبيك تنفع كل شيء الحضور اللي تنفع ديس وين أنا حبي ثار من خطر ينفع كاين مثلا خير الناس انفعهم الناس يمشي نعم ذا شو الأعمال اللي يحب سيدي ربي أكثر ذا شو سينا رسول صلى الله عليه وسلم سينا تصالي الزكاة الصوم الحج خطر وجد الفرض نخدم ويجي فان كل إنسان مسلم تقول هذا نخدم أي الأعمال اللي يحب سيدي ربي الناس شو ما تشرح أي مكان شيء مغرويز أسهل الله بس ليلة عين أتقبيض أتقبيض سوني اللي كيف سين أتقبيض الابتسامة أتقبيض شويني سار شرعة أسكشم أين العين صور ذي الفرح غرويس إنس أسكش تا كنت تديغين في اللاس ماذا قلي ساعة تا كنت تديغين في اللاس أسفر جد في اللاس وين أين من زمان ذاك وذا استخدم كامل ماذا قلي ساعة ديني ساعة طيبة حستي هذا نظر بي ساعة طيبة هذا تعاون ديكس ما زمان ذا سكس سكسس ماذا قلنا وزمان عايوني تشويني من زمان ماذا قلنا روح دي اللوز إلى قدد استقصر جاز
صد كان يتمثل سقرا خسر فدي جي فيهم راه ما تعاودوا ولي ساعه طيبه تخسر بار حاجه واحده اللي كان خطر بها السياسه باقي المره ما تجري ولا كان فرق ديال النغم فلاس النغم فلاس ولكن سيدي ربي دي قال وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله اين كنت في قدمه اين كنت في كذاك انت افضل زاد انت افضل اين كنت وين السياسه ديك كان رحمه ابو الدرداء رضي الله عنه ميكسين سبيتش هي هي يفنتك يوثي حياه ان نسي ابو الدرداء شو ذاك الحليق اللي ذاك نسن السنك السعير نسنك إنس إيش وهاز ذو هاي إنس إنس إنسان مرة قد ما ترديهن إنس ماشي ذا قيمة إنس هذا إنس قد ما ترديهن أن ذا فور إيش وهيدا كشي هذا إنس قد ما أثف ذيهن إنسان مرة قد ما ترد ذا حويجه الكاري مثل الغور من نون فقر إلى قناة قيتي الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن دل أن أمشي مع أخي في حاجته مر الحوض ما إنسي أصدق ذو ثقة وسنس إن خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهراً إن خير ماذا قلنا أعتكف داخل المسجد نشهر اعتكاف ما في قيمة دينه أكثر ما يزيد الوقت قراءة القرآن الكريم تلاوة القرآن الكريم الذكر تصلي وتشفضل داخل المسجد نشهر دين المسجد النبوي إيه تصلي دين ألف صلاة وقال دين حشان المسجد الحرام كان ألف يتصلي دين دين في تصلي لندي إن ماذا قلت فقط هذا استغرب سعيد لكن سيما إن خير ماذا قلت أعتكف داخل المسجد نشهر أكد قال صلى الله في النبي صلى الله عليه وسلم أدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة مسكش تعقل كل ما كنسي تفضل يغني مسكين يغني الواقع يستقيني يغني فلاس يستنظر سكوة دقية ورق أدو ذاو كل مجهودي وكسو بيهم كان السيف الصف السيف الصف لك نتاك دي قارب يسون لنا السيف الصف لك ورسكوة مدام السيف الصف أفاقيا الأثقالك من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي ماذا قلت الصرد ما كنسي ما كسر ربي بطي الصرد فلاس أكي تيسر لك سيد ربي عليه قالوا سيد ربي ماذا يلي دلعوني مدام ثلاث دلعون نجماني ما ثلاث دلعون نجماني قلت سيقول لك سوني قلت ما قاير راس صدر وتسندر توفيق تنقض تدقيو التمسات قلت سيقول سيد ربي يزرع ويه ينكش يزرع ويه ينسى قلت سيقول لك سوني ويه وكحشر وحو ولكن يتروح على أكام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وتسمنا لك وتكمل يرى الإيمان دون حاشا ماذا قلنا حمي ضيل غير لك ينتح مرض إيماني الإسلام ذين لن يرانه الإسلام ماشي دي المسجد دي مثل إدتسفن التطبيقين اللي برع من المسجد دي إسلام كما يتمثل الدين المعاملة لكن نسمع عمل جوجل إدتسفن إيقلان الدين كما يتمثل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى أدق وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إياه وبالوالدين إحسان إن يقضى سيد ربي ذي الأمر ينس إن بليم وسخدم غرام الشريك سيد ربي وترف ضد الوالدين وسندخل مضي إحسان ماذا قلت تفغض لا على الوالدين أقيت تفغض لا على سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من شوية ذن ذي العباد يجمع الوالدين سن ذي بابا ذن سن تيمة ذن سن سرق لا تزمر أروح لنا ونصد الجرى للحياة سبحان الله اللي قلت هذا حياتنا كملوا السنة سنة واحد سنة نسخ زفر نفهم ديننا نكونين العبادة دي تظلن يا رويقي العبادة دي كشمل اللي سرحونا بلك خمسة أوقات دي المساجد ولكن سيد ربي قد يخاف قد يسيول الوقت السنة دي علي تاني قدمت لي حياتي أظل حياتي ماشي تسكي فرد هذا ذكا ولكن الحياة الدائمة ثقنا تسفك ويا قرار هذا تسفك ينا أي سنة خمضة ذك يوغن كجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إما يبلغن عندك الكبر عندك أغور كالي للوالدين ماشي أسنت سيحة أسنت فليك شر إذن من سيبات أدين الغرورك خطر سنة لكنا أوه يهمن سنة ذات الوقت المهم إذن من أخصاد الجيفه ولكن يفكر يهنا لا لا حاشي هنا يقول لا غدا للوالدين حاشي هنا فر الوالدين إذا صحبت صغري هنا غصب يتصورك الشيطان بالإنسان هنا متسعي أخيك يعني ندخل ماذا كذا نوريك ونسوي ذلك سوا كان بروا أباءكم تبركم أبناؤكم إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال سيد ربي قال ولا تقل لهما أفي أف أف مستقبلي كذا مستقبلي أف دوقة إذا وين دينا هيك في السوسن لو كان يدوم وين في السوسن دوقة إذا اللي وقت وين أدي هذا وين وجزء هذا استند إذا بكنا هذا استند إيمان الله أكبر الجاري ذات كان يد مثل مثل شخص سيد ربي في الجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره
وين يوم نصاب اليوم الاخر وتسافر الجاريس تكون انه فاتت درجيرا وتسمي عيلة تسميه عند الدخل المسجد ولكن هذا دوغر ورس يقبل صالح اللي عايفين جوغرس باش قد يقبل سيد ربي اين الا نقرغي لستزالي الزكاة الصوم بالحج دواني غير صار جو خطر كله لا قرار ونزرار من فوضي المسجد نعود صفغارة ونزرار من الدقيقة ولكن سيد ربي قرأني الا نقرغي بما تسمح ولكن اين الا نقرغي ذيك ما في عبد المشينا يقص تظرف ذي انت كيسمح ممكن يسمح لك سن ام سيد ربي ذي حقي خطر سيد ربي ذي الحمد كان مثلا جاروك جاروك ولو جار رجالك رجالك خلاص يجور ولكن يشتينا بطولتك يلقص صبر دي لديك الله أكبر كان مثلا خزار كان سبحان الله ديننا المعاملة ثم غاثة كشم جهنم أثمشي تفريس داخل تحسيس داخل الدخان ولا استفكار المكان وتستجار باليوم أصبح المكان عند الأرمي ثموث يسكشم تسيد ربي غير جهنم روح عند غار الرسول صلى الله عليه وسلم ينسي يقول ينسي رسول الله ينسي فلان تقام يوث تمغاف دين الوقت ينسي صلى الله عليه وسلم ينسي تزوم الواسة تتظل تقف وتصدق ذين يقل يري عقل ينسي ولكن البلاد الساعة ينسي تسلو الجيرة ينسي يرسيس ينسي هي في النار صلى الله عليه وسلم ينسى جهنم جهنم ورشيد في ظل ينسى ورشيد في الصيام ينسى ورشيد في صدق ينسى خرابي نروح هباء من فور مرة أكو أي خطأ وتحكم على ذي الجنسيس الله أكبر كان يد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم خذ كيف مثلا حد يقرأ من يلفي على مش تروح تدخل يقوم ينسي أجيوي جنة يغريد فور كاكا ارتي مسك وبريد يقرع يغاشي ولكن عدد يقول لي نيس والله ورث كيميرا وبريد وحاجه ما كسرتي يعني هذا اسس صحي غبري يروح يكسي سوين ارمي لي وخا كي نتو يا وكا بريد اللي كامل تعدي ديس انك الرسول صلى الله عليه وسلم شوي ويا في تنقيه في ديج مثل فوق اللي يكسي إماطة الأذى عن الطريق صدقة الفقير يصدق الفقير يجمع ذي صدق مثل سعر ذي ذري من مدية فظروا ذي 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 كسي يعتبر صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة صار هكا يتبذل يروح ديون يرجع رسول صلى الله عليه وسلم ذكر بشنظر دائما وأبدا ديننا بين الله يرى نصي عباده إلى ديننا باش نقبل سيدي ربي فصل الزكاة الصوم ديال الحجة خلق في مرة أكو إلى قبل جارز نكونين الكوكران كيف مثلا شحلة لابد جزارة وذي عيسارة روح لي إنس يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إنس شو نزدينا إنس تروح ظهر فلان إنس تبشر سيجنف إف كيس ثمول فيس إف كيس ديسميس إف كيس لكوردوني مرة أكو إيكار دي حرم المغرية لوسي يتفادري ينحفي كي واش حي أرمي قدر مكاني إسقسف لس أرمي كيوفا إنس إنس شو بتصدق سينا إنس ولا كانت قوات لا دار شيء قوات اسمه قوات كل شيء قوات أي شيء قوات إنس ضر رسول صلى الله عليه وسلم يدش قال إنس اللي هيك يدش بالشعر سجن إنس نيد بشيء خلا معنا بشيء خلا ضر مثل ضر إذا ضر مرتبة إنس ذاك الدين إنس يعني لا عمر فينا غيون ما ذاك الدين إنس أعطى جرب ذاك الدين ضر استيل فاب الموت وجزء جيز يوجين إنس قسم يعني قسم الموت شعريان وفقط نص نص سكراس نتين اثنين نص صغيرة صغيرة على الوراوي إنس هذا وين يدي حلا وين يدخل المكة هكذا قلنا نصلي طرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقال أنا وكافل اليتيم كهاتين إنك يمكن أن ولا أريش كيف سوجي أكع ديجن كنا نسعيش دي العصر يجت الجيرني وجين نسعيش دي العصر يكون إيام وين نحسب أنا موجين يقنع فيها كم أشوف ذا موجين يقنع فيها بلي ثم ضرر وما ذكنا ثم وصل خطر غسي ويسعر بس مي ذا في شيء سعات أدي نقص ذا ربي السبع سماوات أكيد أسينا أني وان كسرون ونمر يغفى بس أبدا وثمون أني ويت يسرون أم كاف قبيهم كاف قبيهم السيف القرويس أزرينا الشعر ضخ ذو قرويس مرة سعات للحسنات للحسنات أتعاون أسناد الفلاس أو ألم يتشوف الناس الجاري وخ أكني فغوي لي ما تصير ليش يلقى تصير هذيس خطر يكفى كربين تصير هذيس الله أكبر أين سعيد تفرق ذيس أسفك النص بقيت فك ف يوم بقيت تفرق النص أسفك أديج أديج خطر كان يعيد مثلا الدين المعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن دم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قاضي بالمنبارك إني هو نري ألي أرد يقول أديون الحرام شتي ليش ترجعين أتحلل أتحلل تير ثالث أصبح الزاز تريس بس أتحلل أتحلل ترجعين والله الذي لا إله غيره ما نزل شد وثالث سنة ثالث سنة تفضى ذي ملكي مرة أو ملكي مرة قدر تفضى إني وين أدي وين أدي أدي أستقبل أستنى ذارين وسمجين إني سجلني أكيد خرج هنا ينا أكيد هذا حرام في لك الجنة لأن سير رسول الله هذه قال لي من حد وإما ذي حاجة فرش تحدي سيقوم إني سواء قاضي من أراك ماذا قلنا لقشان في الخدمة كسيوك تقول أصلي بتقول باليوم
لمن الحنث يتصوت سيس ضرب لي فضل إليك الحليل جهنم الله أكبر. أكان غير مثل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يفكير ديننا يفكير ديننا باش أذغ يجمع ثلاثة مسيحين يقنع بيك فجماش ذا الرحمة بالمحبة القلول أكو تسلوكي ثلاثة يجيهم ماذا قلنا المجتمع التسعة المجتمع المسلم التسعة ولاش الخوف في الناس حاشا الحالة دي زينا الرأس حاشا أين العالي غاز دي في كسيد ربيع حاشا تصقى في الديار تصقى سيد ربيع سبحانه وتعالى سيدي خرج وميس عزيزا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثلاثة يجب ما قد كان بكذي قال صلى الله عليه وسلم إذا ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة إن تكون تخبر أفضل خير من الصيام الصيام قدر منك ساعة الصغار إن خير تظن من ماذا قلت الظلم خير تظن من ماذا قلت الظلم خير الصدقة ماذا قلت الصدقة ماشي يقول عن معناه مليم أدي أوروبا سيطة ظلم أدي أوروبا لا ويجي تركيز إلى الإسلام أدخل مر مسلم أدخل مر ولكن دي الدرجة للمعنى باش أنظر في الورع السوار سيد ربي سبحانه وتعالى مسلتكي دي الأجل كان ذا شو يا رسول الله إن الإصلاح في ذات البين ما في ذات الصلحة بقال من دلنا أسئلت سيد أبي نسي ونسي من العين لا تكشم الجلسنا الصلحة الجلسنا تنطرد سمي العين ولو أدغر ذوي أن لا رجوز في الله أدغر المهم أدغر الصيحة بجلسنا أمك فلان وتسمي العين ضريت سنسع شمس لين العين يهدر في الليل شو تصور دار بوصر أمك أنا عن سامح شمس لين العين يهدر في الليل أمك بدأت تسمير الدرجة أرسل ربي سبحانه وتعالى أذكير فيه إذا الإصلاح في ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة ولكن يكسد يكفرق العمال يكفرق اللون يكفرق ولوني ملل يكفرق أدري نسينا هذا الذي شو ماذا نفرق إن يكفي إذا الحالقة للدين مش الحالقة للشعر ولكن الحالقة تسطل الدين بعيش الله وجين ذا السد يكسد المجتمع والإنسان يسفسد سبب ما كان يسكش مرجل لقر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا أمد كبار أمد جبار أمد طغيان أمد الظلم أين كنهم أين أقلوك لحلالك الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمنتقين إذن ويقنا وتسكينا الذي يجمث سبحان الله كم يفتن إذن وينك نغيك فرق لك لقرب الدار سيد رب الخالق سبحانه وتعالى إذا شاف إذا صح ديجي من رابوس وثد السحوان خطر الدين إفكار باش يريغ ذات مثل إن من المؤمنون أخو إما دركون ويد ذات مثل ولاش رحوة ما تسعيد في الليل ما تسعيد في الليل كيف كتشيني كيف الكينيا ذي تسعيد بقولي كي سيد في فضل ماذا قلنا الإيمان العمل الصالح نغل كينيا نغل ويد النظر الميزان ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم كدي قال سيد ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الخيار بقول الخيار بقول غير سيد ربي سل إيمان ذي العمل الصالح ولكن ولش وشو مسيح كيف الله يسي كيف غير سيد ربي الناس سواسية كأسنان المشط إدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن ثقمات وينك زرع المحب بيس من الليل عباد أضر رحمة ربي ما في جن أمارس جيس رجع يا ربي كسلية مثلا ولكن نعرفك فرقني غير مدن إدي أشحال في المجتمع النار وكانت سرودة هذا أكثر من 80% وإذا كنت سميارة منها درد بو جلس الشياطين الإنسان يكش من جلس أتسوين دقوة غروة أتسوين دقوة غروة بعد ذلك الفرق لو كانت سكسر السنة الملكي كي خمي كينا يخذي بره وإن تسكسر كينا ملكي كي خمي كينا ويخذي بره أخطر إلا الشيطان جلس الشيطان جلس لكي نفرق إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كي قال إن لا يدخل الجنة نمان وين يتسوين دقوة غروة حشان الجنة توريك شمالا العنصرية العنصرية سقي تفرق قال من الدنيا قال عقيقة باللي ذافيش وليك شمال الرحمن سيد ربي أما العنصرية عن اللون أفريكان اللي يحمي الأفريكان أشب حال اللي يحمي أشب حال إذن أفريكان ويحمي أشب حال أشب حال ويحمي الأفريكان نغادي لهم العنصرية ذي البلدان مالي اللي وينا تمورث كذا وكذا ويمشي المس تمورثي ويحمي غيرها غسل اللي ذي نسيم غسل يتقي الله ويحمي غير خطر ماشي المستمرتي واشتكي الحرام ولي الجزارة مريلين قال في الدليل نغريلي قال ثذري نغريلي قال ثوشولين غير العشائر ولي الجزارة ذي حرام ذي حرامية مثل أنشتكي مرة ذين شويين ذي جميع شعوب العالم كيف مثلا يقال البعيد غير جربي جنوم اللي يزدغ وقيا اللي بيان كشمني ذا من نسم خدمت الصفيين دخل تذرين دخل تمدينين وقينا وقي ماشينا وهنا نقول وقينا وقي فافيس غاشو السلام على الرحمة ربي ماذا تشي وقيا أي خطر يفرقوا يولا يفرق سيدي ربي ويليك حمي المسلم
إسعال ميزانيس ذا الإسلام الميزانيس أتصدر من خالق سبحانه وتعالى إجباك نسيب إنما المؤمنون إخوة الكاري المثل إن أكرمكم عند الله أتقاكم سبحان الله. ولكن الميزان الميزان أيضا كانوا مقفوية مويت المذك لو تحمي ضريون مشي غفر بنا في تحمي ضرك عنصوري. الرسول صلى الله عليه وسلم هدنا إلى من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. ما تحمي ظفر بي ظفر غفر بي تفكر غفر بي تكسر غفر بي إن يكون يكمل الإيمان أوثق عور الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله إن أوثق ثقج دي تلمس دي الإسلام دي الدين أتحمي غفر بي أتصور غفر بي. ولكن ماذا قلنا تحمي ذلك إلى دخل وإن إفي تحمي ذلك أعقي مالك بلقيك فعد دمضي مالك أنت تصدق مسألة لقد تعقيدك قال يقص يومين قال قد دقيقة ضيّر أسمنا الدخول لقى مفارستين أكينا ماشي بالميزانية ونسيت وزلط زل ميزانية نسيت وزلط السجل الميزاني وثر في ذوق الميزانية كثر ثلاث القاف أم كاف أم كاف أم كاف يحوض على زاد الله أكبر الكلام يد مثلا. إذن سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يفكي ديننا باش أذ يوم باش أذ يجمع يجمع ويونا. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن ملك ليس على الحساب تجي بابيش تعتبر الدعوة الجاهلية. سيدنا نوح عليه السلام إن ليس نرصد ربه وكذب ميهم ميش يغرق يتذل الكفار ذا المشركين يغرق. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نرصد ربه وكذب ميهم ذا شو سيدنا سيد ربي قال إن سيا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إن سوكا سوكا الجاهل ذميس ولكن إفرغ فريد سيد ربي إن سوكا سوكا الجاهلين تظهر فلاس خلاص. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إن سعفو سيد ربي مش هذا خسر سيدنا إبراهيم الخليل ذا سيدي سعد ذا فاس ذا المشرك إنس لا إن لم تنتهي لأرجو منك وهجرني مليا إنس ويثو خضر ذا كرجمع إنس نبا فاس إمثي ذا عسل إبراهيم الخليل ذا عثي ذا الإسلام إنس أسو خضر ذا كرجمع. ولكن أسمعك زريف غزل ثابر إسي ذا ربيان إنس كشوية تسلسل سلسل فالأمكيد أمكيد إدي قصد ذا ربيان ذوبني سعزيزين إن أسمعك زريف ذا اسم الله إذا إفرز ذا ذو سيد ربي يتبرأ ذي استبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الله أكبر كان يتمثل استغفر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجاهلية فقال إسقال الجاهلية دعوة الجاهلية خزف الرسول صلى الله عليه وسلم وقيك فرقناك داخل المجتمع أما كده النمر ماك أما ذي ثمسات التمديني أما ذي ثمسات التوذري أما ذي ثمسات داخل الفاميلة داخل التوذري وقام يخدم الحسابات بلي وقلنا وقلنا شنو لا التوذري البعيد عن شرب يجي مؤمن وليش الملائكة داخل وشكرا حاشا ربك زر كان يم قبر ثمسات يم قبر ثمسات سبحان الخالق يقول الإنسان المسلم الذي كافح ثمسات أيام أزكى وسن السام وسن من مين غران قلعي ظهر النغذة الروح ولكن نتسد هذا زفر بيه ودن قرارين دي ناسي ربي كيف مثل وقيل الكفار وقيل المشركين وقيل هذا من ربي وقيل كرز ظلن يروح كرز كان يروح كروزا من يروح كرز خطر إنما المؤمنون إخوة ولكن الذين خذ من نفس خذ من الشق يا رسل ما قيل شيء قال صلى الله عليه وسلم إن من دعا بدعو الجاهلية من دعا بدعو الجاهلية فإنه من جثي جهنم إن دون أي دعو استعان صلى الله عليه وسلم إن من جثي جهنم إن تقدرون صحابي نسي رسول الله وإن صلى وصل إما نقل الظلم يظل إن يسوى إن صلى وصام وزعم أنه مسلم أم غسي الظلم غسي وزم غسي دعيما نستنسيم كرادي النور يغرب كرا يخدم يروح مرة أثيو تسيد ربي الجهنم أسينا رسيد ربي كرا خدم غير كرا خدم غير روح حسين يكشد عن صف روح كنا روح عثمس قدم زور بيجي من أي ثمن الإنسان اللي قد يعقيب اليوم كرب وين يدخل ما تكمل حاجة خيصة تخلصه إنسان الذي يضيف يعني أدنى نختم الدرس ما بفضل الله وبرحمته سيون الحديث وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم باش سيون يون بليم أضي مغيون خطر سعر الجهاد سعر الدريا سعر الشيء نغل ذر جاري وتعدي غفلاس تشغدي ذي لسنا لا لا والله الذي لا إله إلا الحق الذي يغير بابي وقت عقيدك خطر إلي يدعو السن ماشي وحدنا ما ثوبك القضايا تم قرحت قضايا المرثم قرحت وتصدركم كسر تصدركم كسر أتصم غلط بس الرجال يوفر كرجة خفنا نغسل وفيم إنسان ود مختار ضرب اليوم ذبت قضايا نعم غصب أي ذبوت شو أثناء الدفيو تقرؤي ثقم فيش تنقحت في لقي درس أصلنا رضي خفي سهلي أم كفخم إذا سيد ربنا الذي عسل يزرع وين المفردين يزرع وين 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 فان وين فان المفردين الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن سأتدرون من المفلس أنا ود المفلس أنا
الناس رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع المفلس دوينا كنيا ويسعى لنا الدرنا الدوار ويسعى وساد شي كسا لكن قال لك انت ذولي ديك نيما وشوش دلقاء ولا شو وكيد المفلس الناس لا ماشي وكيد المفلس المفلس من أمتي وكيف يفيد الرسول صلى الله عليه وسلم أفني ظل يوزع ميزيكا ويحوج دي صدقي الهم الهم أكل لي شويس مركز روحنا له ولكن يجرس لي عباد ويعو السالمانيش إليس المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وأكل من هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وقذف هذا فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أعطي من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح فيه إليس المفلس للأمين ذوينا نروح نستوزر ليه الزكاة الصوم بالحج يخدموك الشعائر بدي نخدم مثل مرق إجعل إلا كان يخدم إلا مريا وضار دينا بعد أجد السين مرين طويلة وين تشد ديقعة ثفت زفي وين تشد قدري من تغذر ثفت زفي وين كنا تشد بفقر إنسا إنسا يقول السعى يقول السعى إيش كشو يفق وتفق ضاري تخطر فيك وسنقال ثامة وثاكي ثفت زفي مرة دينا كو أجد السين كامل من بعد يالي ولد يوي حميس من بعد ذا شو مش هنسافر نخلص ذا جيت خيار ما سنة إيونا هذا أبل كيف يسمح سنة سمحية ما كيف يسمح ما ذقنا سنة شركة ثانو ويني تسيس ترى الناس أخي بتر بحطو فيه ولكن دي ناس الحسنات ينو وتسخيف تام أتخلص المرة الحسنات حاشا ما ذقنا فوق تكاد زوال دي الصداقات الزوال دي النوافل اللي نتظلي الزوال صمد النوافل من الصيام صمد النوافل من ربي في خدمة من بعد تسكشن ضفاء إذا رزالي بعد تسكشن ضفاء الزكاة بعد تسكشن ضفاء الصيام بعد تسكشن ضفاء الحج بعد تسكشن أنشتا بوك مرة تخلص لي سن حاشا ما يكون قرد حنتر وكل شيء روحك من بعد تسكشن الناس اللي ربي ولا شو يساعد درس فوق تسي حسنة بس ينفك اس دي سيئة دنو من بعد ذلك تسمرين دي سيئة تنسل من بعد ذلك يستطيع ضرح سيد ربي لجهنم نشو بيدخل من أتسو غير أورت الظلم أورت الزكاة أورت الظلم أورت الحجة أورت الصدقة أورت سعيد دشيد خلضة ثو غير أماكن وتكشي الدارك ورغيث من الإسلام أكا غير مثلا إذن ثقويا أذن ثو غير سيد ربي وقفل أذى غير فتحة فطر إما أتستوفر دي الوقت يوقف لك كيف هذه حي وإما غتستوفى دي الوقت هي غص ما ذكرنا ثم وكان في عالم الإيمان فرعون يومن فرعون الشهاد يومن الناس جالي دي نسيم ولكن فوت دي حي ذا غيظ ومن بيقضى الناس سيد ربي خلاص ده شو الإسلام تسعد ده شو الإيمان تسعد وكان في عالم إذا تبويا هذا ثوف غرس خطر من كنيا أماكن لنا تزورة مشيت السكان الأصليين القاعيين على اللي يعبث فروحين نار كنيا نكشمد إن نكشمد وادع فوق حشر وحرا نروح نسمع هذا قديم لذا ذا قديم لذا ذا ذي لجدي ذي لجدي دلنا نمزور هذا روح أطر نفيثن وثن نفرح حشر بريد نسمع هذا ولكن الرول من بلاد روف إلى بطولة الإنسان فهم بيدهم أكجمي مثلا إلى قوية أفيد الجر ونشتكيهم الجيونا يقرض سيد ربي قويس عزيز قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بيعذني يدرون دركن ذي سكرة الموت سينو الهارث الذي موت ولكن يقص الظلم مدام تجهدوا مدام تخدوا تظلم باليوم وتصغل لنظر حاشا الإيمان العمل الصالحة وذيذي يقرد قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا اسمد يا ملك المتذق بضر روحني أسلم يا حسرة في الليل نغس لنظر جون ركينا خمع الشكل جدا بريد نغس لنظر أصدف أكار قولي تمسيين دوني ثلاثة أرد سقراء تسورة أرد سطف لي فيزا أرد دشم زمرة ذات قراء مدو قد دغيث ورق في بابيس هذه راح تدر حدث يرفل السنين غصب على قبل ثم نظر في عالم إيماني قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة باطة قالوا يا حسرتنا أكما يدمثل إذا الوجه إذ ديننا ماشي مجرد الصلاة الصوم ذي الحج ذي الزكاة إذ ديننا وجه ذي الفرع إذا محسن في الغثن ذي الوجبة ذي الخدم ولكن ديننا غثن ذي المعاملة ذي قرام ذي الوالديني ذي الجيراني ذي الدشراني ذي التعيشر ذي العبادة السلطان ذي العبادة ذي السنبرة إلا أبي طهر الإنسان العمل الناس أبي يضيف السماح ذي عبادة كرب وده يشرف وضارك لا يشرف وسيك ما يشرف يمسيك أتضيف السماح خطر والزرابة من هو الوقت قال دي يرزو فلك ميز ما تروح أهد بلك أتبغض أتضيف السماح ولكن وش اسمح على الوقت باش تصدي السماح أهد صدي يموت يروح بابيس أم كان طيف السماح انت سيروح هزكا طفل الزفي هذا تخلصه
كان إذا الإنسان هذه الطهارة الأعمال إيش يجلس السيد ربي يجلس في عباد باش أدي ذو خلق سبحانه وتعالى مطهر. أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان، أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.